رح نعمل موزات ورح استخدم نوتريكوك سمارت بوت. سوتي اوبشن: بنملح الموزات، فلفل اسود، سموكت بابريكا، كمون، حب، زيت زيتون، وبنفركن. زيت زيتون وبنحمر اللحمة. هذا الوقت منقطع البصل، كم حص من الثوم، نهرسهم ومنقطعهم، جزر وكرفس، وبس ياخدوا هاللون بنقلبهم، منضيف عليهم البصل، القرفة، ورق الغار، فلفل اسود، كمون، حب، وشومر، ثوم، جزر والسلري. نضيف عليهم مرقة دجاج أو خضرة. بريشر كوك لمدة 50 دقيقة. ومن بعد الناتشرال ريليز منفتحها. ومنشيل الموزات اللي مبينة قدية طرية. نحطهم على الصينية. ومنصفي المرقة. ملعقة صغيرة من النشا مع شوي من المي. ندوبهم ومنضيفهم فوق المرقة. ومنخليها تغلي ليعقد الصوص. بس احنا اللي عنا راح حط بطاطا بيوري. وعلى وجه الموزات. وما ننسى الصوص فوقه. ولندوق. شو بدي فرجيكم قد ايه اللحمة مستوية دايبة. يامي. ومع الصوص اللحمة بتعقد. جربوا هالوصفة بالسمارت بوت من نوتري كوك وكتير حتحبوها. وصحتين.